ولا تيتو، مين اكتر حد بقى كان بيدعمك الفتره اللي فاتت دي للسفر وللبطولات؟ والله هو يعني كل مرحلة لها دورها. في بداية لعبي في البطولة كان طبعا يعني والدي ووالدتي تعبوا كتير جدا عشان اتعود اصحى بدري واروح التمرين. وكان بعد كده في كابتن سيد مختار كان بيأدي في برضه هو اللي موديني اللعبة وكان دايما بيتواصل معايا. وبعد كده بقى مدربي والمدربين اللي اتمرنت معاهم الحمد لله بيبقى في تواصل دايما معاهم وباخد من خبرتهم واستفيد منهم. ومدربي حاليا كابتن عمرو رجائي دايما بيبقى موجود معانا بيشجعنا بيساندنا بيحسنا ان احنا نعمل افضل ما عندنا عشان دايما نبقى موجودين في الصورة ودايما احسن ناس والحمد لله.